وصباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح كل حاجه حلوه في الدنيا. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلدي وكان معانا على شبكه قنوات بي ان سي والاخص بي ان سي فود اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده زي ما متعودين كل اسبوع النهارده الاثنين يوم مميز عشان بيبقى فيه تواصل بيننا وبين حبايبنا. التواصل بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن البوستين اللي بينزلوا على صفحه الفيسبوك الخاصه بالبرنامج وصفحه الانستجرام الخاصه بحساب القناه. بحضرتكم بتنزلوا الاسئله بتاعتكم بنبدا ان احنا نتحاور فيها وبنبدا ان احنا نجاوب عليها، ولو في مقادير بنقدر ان احنا ننزلها بننزلها، فبيبقى بصراحه يوم مميز بالنسبه لي. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وبركه يا رب. قبل ما بنبدا في اي حاجه ونشوف وصفاتنا النهارده ايه ونشوف اسئله حضراتكم ايه، عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 9710، من اي موبايل على 1710، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدنا دايما يا رب. طيب النهارده بقى فقره جربي. فقره جربي النهارده بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن العنايه كل ست وراجل، مش الستات بس، ربنا يا رب يعين كل واحد على وقته بالعنايه برجلينا. من في ناس بتبقى مش عارفه تلبس حاجه مقفوله، بتبقى على طول لابسه حاجه مفتوحه، حاجه مفتوحه دي بتبقى متعرضه للجو، متعرضه للتراب، بيبقى فيه الجلد بتاع الرجل نفسها بينشف، بيبقى فيه زي تشققات كده من الكعب بتاع الرجل. طيب انا اعتني برجلي ازاي سواء راجل او ست؟ الوصفه بتاعت النهارده دي او جربي النهارده دي مش للستات بس، للرجاله كمان. طيب كل اللي انا محتاجاه مش هقول لكم ايه، لا وفر يعني مش هقول لكم كبروا دماغكم ما تتعبوش نفسكم وروحوا الكوافير حطوا اعملوا بديكير هناك وكده عشان رجليكم، لا احنا هنعمل بديكير في البيت. طيب هنعمل بديكير في البيت، كل اللي انا محتاجاه في ايه؟ عايزه طبق يكون فيه ميه سخنه، والسخونه بتاعت الميه على حسب ما انت تقدري تستحمليها، ما تبقاش دافيه، انا عايزه ميه سخنه على قد ما ايدك او رجليك تقدر تستحملها. طيب الميه السخنه هنحط فيها نص كوبايه من الملح او معلقتين كبار ملح حلوين كده، الملح بتاع الاكل بتاعنا دوت كده، وهنحط فيهم شويه كربونات صغننين، ده في الميه تمام، وهنقع فيهم رجلي على قد ما رجليا تستحمل الميه. الملح دوت بيعمل ايه؟ اولا بيشيل بيسحب هو الكربونات وبيسحبوا التعب اللي في الرجل، وبيطروا الجلد، بيطروا الجلد اللي هو اللي بيبقى ناشف ومشقق ده بيطريه، اللي بيبقى حوالين الصوابع اللي بيبقى في الكعب بتاع الرجل نفسه كل ده بيطريه. بنسيبه في الرجل في الميه شويه لحد ما الميه بتبقى بردت معانا. طيب دي اول مرحله، انا خلصت طريت الرجل كده وسحبت التعب اللي فيها. طيب تاني مرحله بالنسبه لي ايه؟ بروح جايبه ميه سخنه وحاطه فيها شويه بسم الله الرحمن الرحيم شامبو او شاور. ما عندكيش شامبو او شاور اللي هي الازايز دي، الكيس اللي هو ابو جنيه اللي بيتباع عند السوبر ماركت او عند البقال، فضيه في الميه وحطيه في رجليكي شويه تمام. وبتبداي ايه؟ بتبداي تدعكي الرجل نفسها من بين الصوابع وعند الضوافر كده، فرشه سنان تكوني ما بتستعمليهاش تدعكي بيها الضوافر كده علشان تفتح، ممكن تبقى مثلا فيها طينه فيها فيها صفار، بتدعكي الضوافر نفسها بالفرشه بتاعت السنان اللي هي القديمه دي، خصصيها لرجليكي. خلاص خلصنا. طيب المرحله دي خلصت، ببدا اجيب ايه؟ معلقتين من السكر وعليهم شويه زيت زيتون، بخلطهم كويس جدا مع بعض مع عصره ليمونه وقهوه سريعه الذوبان. ما عندكيش قهوه سريعه الذوبان حطي نص معلقه صغيره من البن، اخلطي ده كويس جدا وامسكي الرجل ادعكيها ادعكيها وافركي. السكر مع زيت الزيتون مع البن مع عصره الليمون بيطهر الرجل، الليمون بيطهر الرجل ولو فيها بكتيريا ولا حاجه، وبتبداي تفركي تفركي كده وتسيبيها 10 دقايق، وبعد كده تبداي تفركيها كويس جدا بيشيل الطبقه اللي موجوده على الرجل. بعد كده بنعمل ايه؟ الحجر بتاعنا الحلو القديم ده اللي هو الاسود اللي بيتباع عند العطار، ندعك بيها الرجل وندعك بيها الصوابع من قدام كده، بنشيل كل الجلد الميت اللي بدا ان هو يبوش وبدا يطلع معانا. خلصنا، ادهني رجليكي بفازلين طبي من اللي هو في الصيدليه والبسي شراب. سواء راجل او ست، انا عايزاها مره كل اسبوعين. اعملوا حاجة زي كده مرة كل اسبوعين، هتلاقوا رجليكم بتبرق. طيب بالنسبة للستات بقى اللي هي بتحب ايه؟ الرجل تبقى بتنور كده وتبقى فيها حمار، طبعا الموضوع ده مش للرجالة. بنعمل ايه؟ علبة الكريم المرطب اللي عندك، وبجيب لون جل احمر اللي احنا عملنا بيه التنت لوشنا قبل كده، وبتحطي نقطة عليه وبتخلطيه كويس قوي على حسب درجة اللون ما يبقاش احمر فاقع، وبعد ما بتخلصي رجليكي بتبقى زي الفل وعملتي ضوافرك وقصتيها ونضفتيها بالفرشة والكلام ده كله، بتروحي واخدة حتة من الكريم المرطب بتدهني بيها رجليكي وكعب رجليكي بيبقى بيبرق وبينور كده. جربوها وان شاء الله تعجبكم وتبقى معاكم زي الفل بإذن الله. طيب ناخد البوستات بتاعتنا، علينا الاثنين، يا سلام انت تؤمر. هتنزل دلوقتي البوستات بتاعتنا على صفحه القناه، صفحه البرنامج البلدي وكان مع شيف نونا، وعلى صفحه الانستجرام، دي الصفحه الخاصه بالبرنامج. البوست اللي الاسئله اللي هنشوفها على البوست دي هنجاوب عليها النهارده ان شاء الله، والبوست اللي نزل على حساب الانستجرام الخاص بالقناه بي ان سي ايجيبت هينزل كمان دلوقتي اهو، هنشوف الاسئله اللي هنا والاسئله اللي هنا وان شاء الله نجاوب عليها.
طيب قبل ما نوصل بقى لفكره السوشيال ميديا، عايزه كمان نتكلم بقى عن وصفتنا النهارده. عندنا وصفتين حلو والاثنين اسهل ما يكون. ناس كتير قوي بتلاقي صعوبه ان هي تخش المطبخ، الدنيا حاره قوي يا نونا وعايزين ناكل حاجه حلوه، بس مش عايزين ولا نولع بوتاجاز ولا نولع فرن ولا الكلام ده كله، احنا عايزين حاجه حلوه سهله وبسيطه. الصنفين الحلو ان شاء الله هنعملهم النهارده اسهل منهم مفيش. طيب اول حاجه هنعملها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ميني رول بسكوت بالشوكولاته. ميني رول بسكوت بالشوكولاته، طريقته سهله جدا وبسيطه، هتنزل مقاديرنا على الشاشه عشان نصورها او نكتبها، حمدي ينزلها لنا ونبدا ان احنا نشتغل فيها. طبعا عاملين نسخه امبارح شالينها في الثلاجه عشان تمسك علشان نشوف شكلها النهائي هيكون عامل ازاي. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ الطبقه الاولانيه بتبقى عباره عن علبتين بسكوت اللي هو الساده اللي هو العادي بتاعنا، اي نوع انت بتحبيه بقى، اكيد طبعا مش هقدر اقول اسامي، بس اي نوع انت بتحبيه. طيب معانا ايه كمان؟ معانا كوبايه حليب، معايا نص كوبايه سكر، نص كوبايه كاكاو خام، معلقه كبيره من الزبده، ونص كوبايه مهلبيه شوكولاته. مهلبيه الشوكولاته دي مقاديرها كانت ايه؟ هتنزل معانا دلوقتي على الشاشه. عباره عن كوبايتين، لا دي الطبقه الثانيه اللي هي كوبايتين مهلبيه شوكولاته والحشوه كيك بالموز. طيب تمام. الطبقه الاولى كانت بسكوت مع المهلبيه والسكر والحليب، الطبقه الثانيه عباره عن مهلبيه الشوكولاته اللي احنا عملناها وسبناها تبرد وهنحشيها بالموز. ما عندكيش موز احشي اي فاكهه انت عايزاها، بس احنا النهارده حشيناها موز. طيب المهلبيه بقى احنا عملناها ازاي؟ استخدمنا فيها الحليب وسكر ونشا وكاكاو. مهلبيه عاديه جدا، حليب وسكر ونشا وكاكاو زي ما حضراتكم شايفين كده. بنعملها هي اول حاجه علشان تبرد معانا ويبقى السمك بتاعها بالشكل ده. بصوا ده السمك اللي انا عايزاه اهو بالشكل ده كده. لازم تكون بارده علشان لما احطها وابدا ان انا الف الرول يبقى معايا تمام. طيب هاجي دلوقتي ابدا ان انا بقى اشتغل ونشوف هنعمل ايه. عندي البسكوت اهو، هحط ايه على النار؟ ادي الحليب بسم الله، وادي السكر، وهقلبهم كويس جدا مع بعض علشان يدوبوا ويبداوا ان هم يدفوا مش يسخنوا. انا عايزاه يا دوب يبقى دافي. مجرد ما يبدا ان هو يدفى هروح نازله عليه بايه؟ بالزبده. طب قبل ما يدفى هعمل ايه؟ ادي عندي الكاكاو اهو بسم الله الرحمن الرحيم، واعمل كده وهو لسه ما بداش يسخن عشان الكاكاو ما يكتلش مني، واعمل كده واقلب كويس قوي الحليب مع السكر مع الكاكاو بالشكل ده كده. يدفى، انا عايزه اضيفه على البسكوت وهو دافي ما يبقاش سخن بالشكل ده كده اهو. بصوا بدا يطلع بخار، معنى كده ان هو بدا يدفى معايا. مجرد ما بدا يدفى معايا كده اروح رافعاه من على النار ومنزله فيه الزبده. كل دي تطعيمات هتبقى حلوه قوي للرول اللي احنا عاملينه كده اهو. بدات الزبده معايا تسيح. طيب الخليط ده كله يا نونا هنضيفه على البسكوت؟ لا مش هضيفه على البسكوت. لو انا ضفت عملت الحركه اللي حضراتكم بتقولوا عليها دي وضفته مره واحده على البسكوت، طب ما يمكن كميه البسكوت اللي انا عاملاها قليله، يبقى انا الخليط بتاعي كده هيبقى مسيل، لكن انا عايزه يبقى عجين. فعشان كده هنزل بالخليط ده بالتدريج لحد الخليط ما يلم معايا ويبقى عامل زي العجين. مهلبيه الشوكولاته لتر حليب، 4 معالق كبار من النشا، 4 معالق كبار من الكاكاو، ونص كوبايه سكر. حطينا كله على بعضه على البارد وبعد كده رفعته على النار وفضلت اقلب فيه لحد ما بقى القوام بالشكل ده كده، قوام ناعم ما يبقاش مكتل بالشكل ده، واسيبها تبرد علشان استخدمها تكون بارده ما تبقاش سخنه وتسيل لي الخليط اللي احنا بنعمله. بصوا كده ده دافي اهو، كان عباره عن ايه؟ حليب وسكر وكاكاو وزبده. بصوا كده بالشكل ده الزبده دابت خالص. هبدا دلوقتي اعمل ايه؟ اضيف الخليط بتاعنا ده على البسكوت شويه 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 شويه. ما ينفعش ان انا احطه كله مره واحده علشان ما احتاجش ارجع اقول ايه؟ لا طلعت سايله، طب انا ازود بسكوت، طب اجيب بسكوت منين دلوقتي؟ لا خلوا بالكم من حاجه زي كده. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البسكوت بتاعنا اهو، وهروح حاطه بصوا كوبايه المهلبيه اللي انا عايزاها احطها معاهم وابدا انزل بقى بالخليط ده شويه شويه كده لحد العجينه بتاعتي ما تلم. عجينه احنا عاملين سكر، ايوه بس انا عايزاها تبقى عجينه علشان تسهل اللف بتاعها معايا. بسم الله
نلبس باتشوله عشان تبقى سهله في عمل. بسم الله. بصوا كده ضفت شويه وهبدا اعمل كده. عايزه يكون حاجه متماسكه، خليط متماسك عامل زي العجينه. معلش بقى النبي عربي، انا هعمل بايديا كده. بصوا بعجن ازاي، عايزاه يبقى عجينه متماسكه عشان اعرف الفها تبقى رول واعرف احشيها كويس. بصوا كده حط شويه صغيرين كمان، والخليط يكون دافي ما يبقاش سخن. بصوا كل ما بنعجن كل ما بيبدا الخليط اهو يمسك معانا ويبقى معانا عامل زي العجينه. علشان كده قلت ان احنا نحط شويه شويه، ما ينفعش ان انا احط الخليط كله علشان حسب كميه السكر، اسفه كميه البسكوت. بصوا بقت عجينه ازاي ما شاء الله عليها. طيب حد هيقول لي، جالي سؤال قبل كده في الكومنتات، يا نونا عندي بتيفور من بتوع العيد وعندي بسكوت من بتاع العيد ومش عارفه اعمل فيه ايه. ممكن ان احنا نستخدمه في الوصفات دي، ممكن نستخدمه في الوصفات دي. بصوا انا عجنت كله اهو بالشكل ده. خد مني وقت؟ ما خدش مني وقت خالص. حبه بسكوت مطحونين، وقلت لكم ممكن تستخدموا البسكوت او البتيفور بتاع العيد. الخليط ما خدش مني دقايق. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هشيل بقى دوت. لو احنا عايزين نجيب بسكوت تاني ما فيهاش اي مشكله، مش عايزه يبقى مش هعمل. واروح عامله كده كيسين ثلاجه مفتوحين. عايزه تعملي بورق زبده، يعني احنا النسخه بتاعت امبارح عاملاها بورق زبده، بس مش مشكله ان احنا ممكن ان احنا نعملها بكيسين ثلاجه. ادي كيس ثلاجه اهو مفتوح، واروح حاطه الخليط ده. ممكن اعمله على اتنين كمان اهو، وابدا ان انا اعمل كده، واروح حاطه الكيس التاني. مش عايزه اعمل بالنشابه، مش مشكله، ممكن اعمل بايديا، المتاح عندك اشتغلي بيه بالشكل ده كده. كيس التلاجه بيسهل عليا كتير. بصوا اتفرد على طول معايا ازاي، على حسب بقى السمك اللي انت عايزاه. بالشكل ده كده، متهيألي اسهل من كده مفيش. في ثواني عملنا صنف حلو. وابدا اشيل ده كده بالشكل ده. تمام. طيب المهلبيه اللي احنا عاملينها اهي وسايباها تبرد، سايباها تبرد كده، وادهن طبقه كده على اللي احنا عاملينه. هعمل التانيه رول كمان علشان يبقى عندنا اتنين رول، وهنشوف شكلها لما بيطلع بقى ويجمد في التلاجه خمس ست ساعات، عشان كده احنا عملناها من امبارح وسايبينها في التلاجه علشان لما تيجي تتقطع تطلع بكل سهوله معانا. ونزينها بقى بصوص كراميل، نزينها بشوكولاته، عايزه تحطي عليها مكسرات، زي ما انت عايزه على حسب المتاح عندك. بعمل كده بسم الله. يفضل الموز ما يبقاش مستوي علشان يتلف معاكي بسهوله ويبقى ماسك نفسه. يعني اول ما تجيبي الموز كده اهوت ما تستنيش لما يستوي معاكي وتبداي تشتغلي بيه على طول. بالشكل ده. ممكن ناخد قطعة كمان. علشان الموزاية ما تسودش معانا، فهاخد قطعة على قد ما انا عايزة واسيب الباقي بقشرها استخدمها في الرول التاني. كده. بالشكل ده. تمام. وابدأ ان انا بالكيس كده وابدأ اعمل كده. بصوا انا ده زق الموزه اهو وبضغط، وهكمل كده. بصوا انا بضغط كده كده، وعند اخر حته بروح لما من الجناب والف كده، اكني بعمل زي البونبوني كده اهو، والف كده واروح حطاه
في طبق وفي التلاجة. طيب قبل ما اطلع الفاصل نعمل واحد كمان. طب نعمل ده عشان نخلصه. طيب مين معانا؟ ونصبح على شهد ونقول لها صباح الفل يا شهد. صباح الخير. صباح الهنا، عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ بحب حضرتك الحمد جدا لله. والله حبيبتي ما تحرمش منك، تسلمي لي. والله بتابع حضرتك كل يوم. حبيبتي ما تحرمش منك ابدا، تسلمي لي. بتسلم ايدك على الحاجات اللي حضرتك بتعمليها. سلم عمرك من كل شر يا رب، تسلمي. الله يخليك، انا بتصل صباح لحضرتك. صباحك هنا وسعاده وخير وبركه يا رب، ما تحرمش منك ابدا، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا عشان حبايبنا اللي تابعوا من الاول ما شافوش، ده بسكوت حطينا عليه خليط من الحليب والسكر والكاكاو والزبده وخلطناهم مع بعض عشان يبقى عجينه متماسكه بالشكل ده. عجناها بايدينا وبعد كده رحنا ماسكين كيس تلاجه فتحناه بالشكل ده كده. ما عندكيش نشابه اهو، نلغي النشابه خالص اهي، لو ما عنديش نشابه اهي، لو فردنا بايدينا هتتفرد عشان بس ما تقوليش ان حاجه صعبه عليكي وحاجه هتوقف لك عمايل الوصفه اهو بالشكل ده كده، وارفع كده تبقى رفيعه، ما تبقاش حته تخينه وحته رفيعه بالشكل ده. واروح عامله المهلبيه اللي انا عاملاها وبارده. المهلبيه دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن حليب وسكر وكاكاو ونشا، دوبت على البارد وبعد كده رفعت على النار مع التقليب المستمر، وصلت للقوام الحلو اللي احنا عايزينه ده. سبتها تبرد وكل شويه بقلبها علشان الوش بتاعها ما ينشفش، لازم تبقى ناعمه معايا بالشكل ده كده. وبعد كده جبنه موزايه حطيناها ولفينا عليها. نونا ما عنديش موز وعيالي ما بيحبوش الموز او عندهم حساسيه، اعمل ايه؟ اي فاكهه انت عايزاها، اي فاكهه انت عايزاها. ممكن كمان ما تعملهاش لو انت مش عايزه فاكهه او ما عندكيش فاكهه وعندك مكونات الوصفه، ممكن ان احنا نعمل الوصفه من غير فاكهه، لفيها هتطلع معاكي برده زي الفل. ادي كده وادي نص الموزه اللي احنا كنا عاملينه، ونبدا ان احنا نحط ونلفها ونصبح على مي. نقول لها صباح الفل يا مي. ازاي حضرتك يا شيف نونا؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ انا بحبك قوي يا شيف والله. حبيبتي الله يسعد قلبك، ما تحرمش منك ابدا، تسلمي لي. اه حضرتك انا بس بعتذر عشان انا عمري ما اتصلت ولسه مركبه التليفون، بس انا اسفه يعني ان انا اتاخرت، على بال ما اقول لحضرتك الف سلام عليك. يا حبيبتي يعني كفايه اصلا، ما تعتذريش. تعتذري ليه يا حبيبتي؟ كفايه ان انت فاكره اصلا وكلمتيني، ما تحرمش منك يا رب. والله انا فرحانه قوي اقسم بالله. يا حبيبتي ما تحرمش منك ابدا يا رب، ويسعد قلبك ويسعد ايامك كلها. ويا رب، وانت حضرتك يا ربنا يخليكي وتسلم ايديكي على الحاجات اللي انت بتعمليها. انا اتعلمت والله يا بنت يا شيخ من حضرتك حاجات كتير قوي. حبيبتي تسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها، وما تحرمش منك ولا من ذوقك ولا من لسانك اللي زي العسل. ربنا يخليكي يا شيخ، وانا كل يوم بعتذر لحضرتك. تنوريني، يا سلام، هستنى مكالمتك كل يوم تصبحي عليا الصباح الحلو ده. ماشي يا شيخ، ربنا يخليك. يخليك يا حبيبتي، نهارك كله خير وبركه يا رب. طيب تعالى يا حمدي نطلع فاصل ونلم حاجتنا دي كلها كده، ونحط الرولات بتاعتنا في الثلاجه، ونطلع الرولات اللي احنا كنا عاملينها ونقطعها ونشوفها نزينها ازاي. الحلو بتاعنا خد وقت معانا ما خدش وقت معانا؟ يتحط في الثلاجه يجمد، نطلعه نقدمه لاولادنا. قومي دلوقتي بسرعه كده اهوت، لو عندك بسكوت شايلاه السوبر ماركت تحت البيت ولا البقال، ابعتي هاتي علبه بسكوت و نص لتر حليب معاك معلقتين الكاكاو معلقتين السكر، واعمليها وشيليها في التلاجة وبالليل كده في الطراوة طلعها لهم، هتبقى في منتهى الجمال. وتسلم ايديكوا على كل حاجة يا رب. طبعا نطلع فاصل نرجع نشوف الوصفة التانية ايه، ونشوف الولاد بتاعتنا لما بتمسك بيبقى شكلها عامل ازاي. كل ده بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حتة ومستنيكم. ورجعنا من الفاصل، طلعنا النسخة بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها وحطيناها في التلاجة، بس أهم حاجة نقعدها حبة. حاضر، ما هرص فيه، بس أهم حاجة إن احنا نقعدها الوقت المناسب ليها، ما يبقاش إيه مستعجلين ونروح حاطينها إيه ساعتين ونيجي نقطعها نلاقيها بدأت إن هي تفك مننا، لا احنا عايزينها تمسك في التلاجة عشان لما نيجي نقطعها تطلع معانا بكل سهولة. طيب بصوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. سكينة حامية قوي ما تكونش مشرشرة. بسم الله، ادي الرولات بتاعتنا لما بتمسك. تعالوا بقى ايه نقطع كده
ونشوف هنعمل ايه. نقطعها ببوزة. ماشي نعمل كده. هناخد اول حتة. بصوا انا هحط سكينة وهقطع على طول، هقطع على طول. عايزة والله تعمليها. طب والله فكرة، عايزة تعمليها. مش باين اجيبها لك ازاي كده اهي. عايزة تعمليها شرايح زي السويسرول كده زي ما انت عايزة، لكن انا مش هعمل كده بصراحة، انا هقدمها بشكل تاني. هعمل كده، بصوا بحط السكينة وبنزل مرة واحدة. بصوا الشكل اعمل ازاي. اعمل كده على حسب بقى القطعة اللي انت عايزاها. بسم الله انزل مرة واحدة. انت لو عملتي صنف الحلو ده وقدمتيه استحالة ان حد يصدق ان ده بسكوت مطحون. بصوا الطبقات اللي انا بتكلم فيها، ادي البسكوت بره وادي من جوه طبقة المهلبية وادي الموزة. بصوا الشكل عامل ازاي ما شاء الله، الله اكبر عليه. قالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. ونصبح على احمد ونقول له صباح الفل يا احمد. الو الو، صباح الهنا. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ بحب حضرتك جدا. حبيبي الله يسعد قلبك. تسلم ايدك يا رب وصحتين وعافيه على قلبك. كنت عايز اعرف طريقه عمل البسبوسه. عينيا الاثنين، يوم الاربع ان شاء الله هنعملها. يوم الاربع باذن الله هنعملها مع بعض. ممكن تحب حضرتك جدا وعايز اتكلم حضرتك. اه طبعا اه طبعا اه طبعا، تنورني. صباح الخير يا فنونه. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. استاذنك بس تعيدي عندنا الزيتون كده التفاحي سريعا. عينيا الاثنين والله، عشان ما كناش شفنا الحلقه. كنت هقوله النهارده، عشان هجيبه النهارده ان شاء الله. عينيا عشان في حبيبتنا كمان اتصلت بيا يوم السبت وسالت عليه، وقلت لها هقوله لك والحلقه خلصت ما قالتوش، ما قلتوش. عينيا الاثنين، عينيا الاثنين يا حبيبتي، نورتيني. بصوا كده بنفك الرول بكل سهوله ونعمل كده. بسم الله هناخد الحته اللي في الاول كده، ده كله انا هرصه برده مش هرميه، مفيش عندنا حاجه بتترمي. واعمل كده. طيب هو احنا يا نونا هنقدمه كده؟ والله عايزه تقدميه كده زي ما انت عايزه. عندك صوص شوكولاته وصوص كراميل زي ما انا هقدم فيه النهارده كده اهو، برده زي ما انت عايزه. يعني انا هحط عليه صوص كراميل وصوص شوكولاته واقدم بيه الصنف بتاعنا. خد وقت؟ والله ما خد وقت، وهيطلع معاكي في منتهى الجمال، وبسيط جدا وسهل. يعني حبه بسكوت مطحونين ومعاهم حبه من النشا وموستين من جوه اهو، ما خدش معانا اي وقت. اهم حاجه بس الوقت اللي يقعده في الثلاجه علشان ساعه التقديم. ونصبح على مريم ونقول لها صباح الفل يا مريم. صباح النور يا احلى شيف في الدنيا. صباح الهنا والجمال على عيونك يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، انت عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي، طول ما انت بخير، وبقيت بخير اكتر لما سمعت صوتك. ربنا يخليك، انا اول مره اكلم حضرتك على الهواء. وان شاء الله مش اخر مره، تنوريني كل يوم باذن الله. ربنا يخليك ويسعد قلبك يا رب، تسلمي لي. وامريني يا مريومه، ليكي اي طلبات؟ فصلت مريم، حاولي تكلميني تاني يا مريم. صباحك هنا وسعاده يا رب. بصوا بقى كده، ادي الطبق بتاعنا، وعندنا صوص شوكولاته وصوص كراميل، سهلين جدا وحاجه في منتهى السهوله. عايزه نعمله على ايدينا، عملناه قبل كده كذا مره. عايزه تشتري اللي هو الجاهز ماشي، بس احنا طبعا بنحاول ان احنا نعمل كل حاجه بايدينا في البيت علشان نوفر على نفسنا كده. تمام بسم الله. اسهل من كده متهيألي مفيش. عايزه تحطي سنه مكسرات على الوش؟ مش هتقولك لا. عايزه نعمل بصوص كراميلا على الشوكولاته كده عشان يدينا تطعيمه احلى، برضه هنعملها دلوقتي قدام حضراتكم. خد مننا وقت ولا خد وقت ولا مجهود ولا اي حاجه؟ عملنا صنف حلو من مفيش بالشكل ده كده، والتزيين بتاعه برضو حاجه سهله جدا. ونروح فاتحين الكراميل نفس النظام، وندي خطوط من على الوش كده. عايزه بقى تقدميها عامله ايس كريم اللي هو الثلاث مكونات اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض، وتقدمي بوله ايس كريم جنبها لو عندك ضيوف. نعم
ايه؟ بصوا كده بقى معايا، بصوا بتفرق اللون ازاي، بصوا كده، بصوا حلوة قوي ازاي، بصوا اللون فرق ازاي. عارفة ان هو عاجبك يا حمزي والله. بصوا لما نزل بقى اسهل من كده واحلى من كده مفيش. اه خيوط كراميل مع خيوط شوكولاتة مع موز. استنى نلف دي كده علشان نزين بسهولة، ونصبح على لؤي ونقول له صباح الهنا. الو الو، صباح الهنا. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. يا رب تكون بخير دايما. هو انا بنت مش ولد. لؤي ده بنت؟ رؤية مش ولد. رؤية؟ رؤية، حقك عليا، معلش انا اللي سمعت غلط. حقك عليا، عاش الاسامي حبيبتي، الله يسعد قلبك، ما تحرمش منك ابدا. قولي لي يا رؤية، ليكي اي طلبات يا حبيبتي؟ اه عايزه اعرف طريقه الدنيا. عينيا الاثنين الاسبوع الجاي هنعمله، ايه رايك؟ ماشي اوكي. ماشي، تابع الحلقه الاسبوع الجاي ان شاء الله وتشوفيه بيتعمل قدامك ازاي. ماشي، نورتيني يا حبيبتي، نورتيني، شكرا لله يا حبيبتي، مع الف سلامه، في حفظ الله، نورتيني يا رؤية. بصوا كده زينا كله اهو، اسهل من كده مفيش. طيب خلصنا الصنف الاولاني السهل البسيط بتاعنا، وعاملينه بايه؟ عاملينه ببسكوت. الصنف بتاعنا عاملينه ببسكوت، اللي هيشوفه وتقدميه استحالة هيصدق ان انت عاملة بسكوت، او لو انت بقى عندك بسكوت العيد يا سلام، يبقى انت ايه وفرتي ودبرتي وعملتي صنف حلو من ما فيش بالشكل ده كده. تعالوا بقى نشوف الصنف الحلو التاني بتاعنا ايه، اللي شكله وطعمه في منتهى الجمال وسهل بطريقه ما تتخيلوهاش. طيب الصنف بتاعنا هنعمل ايه؟ هنعمل ميني تشيز على البارد بمكونات سهله وبسيطه جدا وموجوده باذن الله في كل بيت. طيب مقاديرنا بتقول ايه في التشيز كيك بتاعنا؟ هتنزل معانا دلوقتي على الشاشه ونعملها مع بعض. طيب مقاديرنا بتقول ايه يا حمدي؟ بسم الله. مقاديرنا بتقول في الميني تشيز كيك اللي احنا هنعمله النهارده، الطبقه الاولى بتبقى عباره عن ايه؟ علبه بسكوت بالشوكولاته. طب هو احنا ينفع نعمله ابيض مش بالشوكولاته زي ما انت عايزه؟ انا النهارده عاملاه بالشوكولاته، عايزه تغيري زي ما تحبي، اللي موجود عندك استخدميه. معانا ايه؟ هنلفها بايه؟ بنص كوبايه زبده مذابه علشان تمسك مع بعضها. طيب هنعملها ايه كمان؟ وهنستخدم لها ايه تاني يا رغده؟ الطبقه الثانيه عباره عن ايه؟ كوبايه من الكريم شانتيه الباودر، ومعاها تلات ارباع كوبايه من الحليب، نص كوبايه جبنه كريم اللي هي اللي احنا بنستخدمها اللي هي السايله، وشوكولاتتين بالحليب اي نوع انت بتحبيه، ولتر حليب، تلات معالق كبار من النشا، وتلات معالق كبار من الكاكاو الخام. التزيين بقى بتاعنا نحط شوكولاته مبشوره، نحط مثلا حبات من الكريز زي ما انت عايزه، عايزه ما تزينهاش خالص وتسيبيها زي ما هي كده، زي ما انت عايزه. زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل ايه، جبت قالب الكب كيك وبحط له الورق بتاعه ده علشان يطلع لي الميني تشيز كيك بتاعتنا بنفس التضليعات دي. طب انا لو ما عنديش ده وعندي السيليكون، هو انا كده كده اصلا النسخه احنا عاملينها في سيليكون. طب لو ما عنديش السيليكون يبقى هو ده اسهل حاجه احنا هنعملها، اه بالشكل ده كده. عملنا الورق بتاع الكب كيك، هي مش هتخش فرن، هي هتخش تلاجة، بس احنا عايزين الشكل، الشكل نفسه اللي هو المضلع بتاع الورقة دي. طيب هبدأ أول حاجة أعمل إيه؟ بسم الله. هجيب البسكوت اللي بالشوكولاتة وآدي الزبدة. طيب نونة، هي الزبدة دي على قد كمية البسكوت ده؟ هنشوف وهنحط وهنلمها مع بعضها، لمت معانا يبقى تمام، ما لمتش معانا هنبدأ إن احنا ممكن نزود حتة زبدة كمان. طيب حد هيقول لي يا نونا هو احنا ينفع نشيل، عشان الأسئلة دي كلها بتجيلي، هينفع نشيل الزبدة ونحط بدلها سمنة؟ لا، أولاً السمنة طعمها مش هيبقى حلو في الحلويات دي بالأخص، ثانياً مش هتمسك معانا. احنا ليه حاطين زبدة؟ لأن احنا الطبقة الأولانية دي هنعملها ونحطها في التلاجة ربع ساعة عشان الزبدة من السقوعية بتاعت التلاجة تقفش، تمسك لنا الطبقة عشان لما نيجي نحط الطبقة التانية السايلة عليها تبقى ماسكة نفسها وما تسيحش مع بعضيها، ده الهدف من اللي احنا بنعمله. طيب آدي البولة عندنا أهي بتاعت البسكوت وآدي الزبدة، وهبدأ إن أنا أخلط ده كله كده بالشكل ده. بصوا
بالشكل ده علشان ان هي برضو تمسك معايا. معانا مين يا رغده؟ ونصبح على محمود ونقول له صباح الهنا. صباح النور. صباح الفل. ازاي حضرتك؟ صباح النور يا شيف ليلى. ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. يا رب تكون بخير دايما. يا رب. اللهم امين. امرني. شيف انا عايز اكلم حضرتك طلب. اتفضل. سامعاك قول. انا عايز طريقه المكرونه البشاميل. عينيا الاثنين. حاجه تانية؟ لا شكرا. نورتني باتصالك. عينيا الاثنين. احلى مكرونه بشاميل عشان محمود. بصوا كده انا بعمل ايه؟ بحط معلقه بسيطه في الارضيه بتاعت القالب. انا عايزه طبقه ما تبقاش عاليه قوي علشان انا لسه هحط طبقه تانية، فانا عايزه دي تبقى هي الرفيعه والطبقه اللي فوقيها هي اللي تبقى ظهر. اهو بالشكل ده كده. ما بكملش كمان المعلقه اهي كده في الارضيه كده، ولسه هبططها علشان تاخد الشكل واحطها في الثلاجه. ونصبح على هبه ونقول لها صباح الفل يا هبه. صباح الفل والخير والياسمين على سخنهم. صباح الهنا والجمال عليكي يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله دايما كويسه. بنت حضرتك كويسه حبيبتي. الله يسعد قلبك حبيبتي. الله يسعد قلبك. اموريني الامر. كيف انا بس كنت طلبت من حضرتك رقمك ودنيا 011 رقم متاح. هو 011 يا جماعه اتلغى والله اتلغى. قالوا لي سيدي رقم ثلاث مرات وقال لي شوف ان انا هتواصل معاكي وما فيش حاجه. طب معلش خد رقمك. خديه من رغده تاني. خديه من رغده. عينيا الاثنين. بصوا كده بنعمل ايه. بصوا كده انا بضغط علشان ياخد التضليعه بتاعت الورق. عندنا كوبايه لقيتها يعني هي مخرومه من الارضيه فمش هينفع ان انا اعملها بيها. طيب بصوا كده انا هعمل ايه عشان الشكل ياخد نفس المنظر اللي انا عايزاه. انا جبت ورقه تانية من الورق الكب كيك ورحت عامله كده ودوست بايديا اهو علشان بس ايه القاعده تاخد نفس الشكل التضليعه اللي انا عايزاه اهي. بصوا كده بايدي عادي اهو خالص عشان تاخد نفس الشكل بتاع الورقه علشان لما اجي اطلعها بعد ما تجمد معايا وتمسك تطلع لي نفس الشكل، يبقى مدي شكل جمالي حلو قوي. بصوا كده كده اسهل من كده مفيش. واحطها عشان طبعا وقت حلقتنا احطها في الفريزر 10 دقايق على ما اعمل الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه كانت مكوناتها بتقول معانا ايه يا رغده؟ كانت معانا لتر حليب ومعاها كوبايه كريم شانتيه من البودر الخام، تلات ارباع كوبايه حليب، نص كوبايه من الجبنه الكريمي، وشوكولاتتين بالحليب علشان بس يدوا تطعيمه مميزه، وتلات معالق كبار من النشا، وتلات معالق كبار كاكاو. دي الطبقه التانيه بتاعتنا. بصوا كده يا حمزة على الطبقة الأولى قبل ما نحطها في التلاجة. بصوا احنا بططناها بقت كلها متساوية وواخدة شكل الكب كيك أو شكل التضليعة بتاعة الورقة. هعمل ايه دلوقتي؟ هنحطها في الفريزر أو في التلاجة؟ نحطها في التلاجة. تمسك حوالي 10 دقايق ربع ساعة كده على ما نحضر الطبقة التانية. طيب الطبقة التانية اللي احنا قلناها حالا دي هتتقلب كلها على البارد وبعد كده تترفع على النار. ليه؟ علشان احنا عندنا كاكاو وعندنا نشا وعندنا كريم شانتيه وعندنا جبنة. الجبنة هحطها في الاخر اهي هي والشوكولاتة. لكن كل ده كده النش الادل لك بودر. رغدة لو سمحت شيلي الحليب البارد. بصوا كده حطيت النشا وحطيت الكريم شانتيه وادي الكاكاو بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اقلب كله على البارد وبعد كده ارفع على النار. اقلب كله على البارد. خلوا بالكم من الخطوه دي كويس، ما تبقاش الحليب عندي سخن وما يبقاش الحله سخنه وابدا احط ده كله. الحليب هيبقى هيسخن معايا هلاقي الكريم شانتيه والنشا والكاكاو بداوا يكتلوا وانا مش عايزه حاجه زي كده. فهتاكد الاول ان هم اهم دابوا معايا وبعد كده اروح رافعه على النار.
طيب عشان سؤال برضو جالي، وانا النهارده قلت لكم الاسئله بتاعتنا لازم تكون، الاسئله بتاعتكم لازم تكون مجابه. حد سالني قبل كده نون انا ما عنديش مضرب سلك وببقى عايزه ان انا اخلط الحاجه كويس، لما باجي اعمل بشاميل بعمله بالمعلقه وما بيفكش معايا، وبصراحه انا ما عنديش مضرب سلك، اعمل ايه؟ اسهل ما يكون، قلت لكم قبل كده احنا في ساعه البشاميل بنحط المكونات كلها في الخلاط بنضربها كويس قوي عشان نتاكد ان الدقيق داب ويتقلب كويس مع النشا مع اي مكونات بنضرب في الخلاط. طيب هل الخليط ده ينفع نفس النظام؟ اه طبعا ينفع نفس النظام. التقليبه دي احنا بنعمل بيها ايه؟ بندوبهم علشان ما يكتلوش مع الحليب وهو سخن، فعلشان كده ممكن ان احنا نروح حاطين كل ده في الخلاط نضربه ضربتين هنتاكد ان هو داب معانا خالص، نروح حاطينه في الحله ورافعينه على النار، يبقى احنا كده ما احتاجناش مضرب سلك. طيب لما يترفع على النار اعمل ايه؟ بمعلقه. الحله بتاعتك تيفال استخدمي معلقه خشب. الحله بتاعتك المونيا عادي او بتستخدمي اي نوع من الحلل اسباتشولا معلقه المونيا زي ما انت عايزه. ادام متاكده ان هي الحاجه بتاعتنا دابت يبقى هنقلب على طول كده زي ما انت شايفين. طيب هطلع فاصل، في الفاصل هفضل اقلب لحد القوام ما يتقل. يتقل مش عايزاه يكون سايل لا انا ولا متوسط، انا عايزاه تقيل علشان تكون الطبقه اللي في الثلاجه جمدت معانا ونحط الطبقه دي على دي ونحطه في الثلاجه براحته 5 6 ساعات. عايزه تعمليه من بالليل عشان تقومي الصبح مثلا عندك ضيوف، او عايزه تقدمي لاولادك مثلا على الغدا، يبقى اعمليها من بالليل احسن. هنشوفها لما اتعملت وهنشوف شكلها عامل ازاي. هفضل اقلب كده لحد ما ترجعوا لي، مستنياكم بعد الفاصل او تروحوا في اي حته. ورجعنا بعد الفاصل. طول فترة الفاصل وانا عمالة اقلب فيها عايزة اوريكم بس حاجة كده، اوريكم النعومة بتاعتها وان هي ما فيهاش اي تكتلات. بصوا خليط ناعم تماما مع التقليب المستمر اللي احنا بنقلبه هناخد الخليط التقيل بتاعنا علشان حتى لما يتجمد في الفريزر، او مش هنحطه في الفريزر لا في التلاجة، يقعد في التلاجة 5 6 ساعات براحته ما تستعجلوش عليه. لو حطيناه في الفريزر خلوا بالكم اللي انا بقوله ده كويس، لو حطيناه في الفريزر وجينا نقدمه هيسيح، لكن ان هو يجمد بالطريقة الطبيعية اللي هي في التلاجة هيبقى ماسك نفسه. خلوا بالكم ما نحطوش في الفريزر لو احنا مستعجلين ما نعملش الوصفة، او نعملها قبلها بيوم لو هي هتقدم تاني يوم. بصوا بقى كده مع التقليب المستمر كده اهو علشان تتقل معانا بالشكل ده كده. طيب عايزه اوريكم اللي انا عملته، مجرد ما تبدا تتقل معانا وتوصل للقوام اللي انا عايزاه هبدا احط عليها الجبنه الكريمي والشوكولاته اللي هي المكعبات اي نوع انت عايزاه، تكون بالحليب عشان تدينا تطعيمه حلوه، ما تبقاش ان هي كلها غامق في غامق ومفيش تطعيمه. اهو بصوا بدات تتقل جميله ازاي وناعمه خالص. تعالوا نجيب كده طبق التقديم بتاعنا او الاستاند اللي احنا هنقدم عليه، وعايزه اقدم كمان على بلانشه كده اهوت حلوه عشان نشوف شكلها. الحاجات دي احنا معموله امبارح وسبناها تمسك في التلاجة، ونصبح على شروق نقول لها صباح الفل يا شروق. اهلا ازيك يا شيف نون؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. صباح الفل عليك. صباح الهنا والجمال على عيونك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ انا بحبك جدا حبيبتي، يسعد قلبك وعمرك كله يا رب، اللهم امين. ربنا يخليك ويخليك يا حبيبتي. اموريني لو سمحت، عايزه طريقه تارت المانجا. عينيا الاثنين، الاسبوع الجاي هنعمل طارت وهنحشيه مانجا وهنحشيه كمبوت وهنحشيه كريمه وهنحشيه بسري ان شاء الله الاسبوع الجاي. تمام ماشي هستناك. ماشي يا حبيبتي، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده اهم حاجه التقليب علشان ما يكتلش معانا وما يبقاش تقيل ومكتل، ما يبقاش فيه كتل، لا انا عايزاه ناعم خالص بالشكل ده كده. هبدا ان انا اعمل ايه؟ اروح منزله الجبنه بالشكل ده كده واقلب تقلبتين ثلاثه وارفع من على النار على طول. صباح الفل يا ام شهد. صباح النور يا شفنونة. صباح الهنا والجمال على عيونك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الله يخليك، انا بحبك جدا قوي والله حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب ويفرحك بشهد، اللهم امين. الله يخليك يا
الله يخليك. انا عايزه اتواصل، عايزه ابعت تهنئه لشهد بنتي بنت عمري هي وروان. قولي لها كل اللي انت عايزاه. عيد ميلادها يوم الخميس، وروان عيد ميلادها يوم الاثنين. كل سنه هم بألف خير. وجوزي حبيبي ابو عيالي عيد ميلاده يوم الجمعه. كل سنه هم طيبين. احنا عندنا يوم الاربع والخميس حلقات عن العيد ميلاد، ازاي تعملي عيد ميلاد في البيت باقل المكونات وبابسط الطرق. فان شاء الله عيد ميلاد اللي هنعمله يوم الخميس ده اهداء مني لشهد، واهداء مني لروان، واهداء مني لجوز حضرتك. كل سنه هم طيبين ويخليكي ليهم يا رب، اللهم امين. وببعت تهنئه لمحمد ابني، نفسي اشوفه حاجه كبيره، بحبه جدا جدا وربنا يخليه لي. ربنا يسعدك بيه يا رب وتشوفيه احسن الناس ويكرمك بيهم يا رب، اللهم امين. وشهد وروان بيسلموا على حضرتك وبيسلموا جدا جدا قوي قوي قوي. سلم عمرهم يا رب من كل شهر شر، وكل سنه وهم طيبين وتشوفيهم احلى عرايس في الدنيا كلها. يا رب يا رب، ادعي لهم بالله عليك يشفنوهم. يا حبيبتي ربنا يصلح حالهم يا رب ويهديهم لك ويبارك لك فيهم، اللهم امين. نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده حطينا الشوكولاته والجبنه، ورحت رافعاها شويه كمان على النار علشان يديني تقل اكتر شويه. بصوا ساير وناعم في منتهى الجمال. تعالوا كده نفك اللي احنا عاملينه. بصوا انا عندي دلوقتي اللي هي القوالب السيليكون دي، فانا عملت فيها. طيب انا ما عنديش قوالب السيليكون وعايزه الشكل يبقى معمول، عملت في القوالب اللي هي الكب كيك اهي، الورق العادي جدا اهي، وسبناها في الثلاجه مسكت شويه، وهنبدا ان احنا نحط عليها الخليط بتاعنا ده يتقل بس شويه علشان لما يتحط في الثلاجه يمسك على طول. تعالوا دلوقتي اعمل ايه. عملنا اللي هو ده، بسم الله. تعالوا كده نفك، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصبح على مدام روحيه ونقول لها صباح الهنا. عايزه واحده ماسكه شويه. أيوة. صباح الخير يا نون. صباح الهنا على عيون حضرتك، عامله ايه؟ انت عامله ايه يا حبيبتي؟ انا بخير يا حبيبتي، طول ما انت بخير ما تحرمش منك ابدا، تسلمي لي. ربنا يخليك وتسلم ايدك يا نون على كل سلم عمرك كله. يا حبيبتي من كل شر، اللهم امين. حاجتك جميله يا نون. الله يسعد يعني قلبك يا رب، ما تحرمش منك. بجرب كل حاجه بتاعتك، حلوه حلوه حقيقي حبيبتي يعني. بتطلع من ايديكي انت زي العسل، ما تحرمش منك. ربنا يخليك. بقول لك يا نون، انا بس كنت بره ولسه داخله بصراحه، شفتك حطيتي ايه في الورقه كب كيك في الاول. حاضر. وحطيتي لبن ونشا وايه تاني؟ قولي لي انت عملتي عينيا ايه؟ عينيا الاثنين. هقول لك الطبقات بتاعتنا كانت عباره عن ايه. عينيا الاثنين. عينيا نورتيني يا مدام روحيه، نورتيني. بصوا كده الطبقه بتاعتنا كده تمام وزي الفل. هشيلها بقى كده، هتتصب على طول على البسكوت اللي فيه زبده. اوعوا تعملوا حاجه زي كده. ليه؟ انا عايزاها تبرد شويه علشان لما احطها تبقى متماسكه. بصوا الحاجات ما مسكتش معانا كويس. طيب بصوا كده، دي بولة بلاستيك، ما عنديش قوالب كب كيك. خلوا بالكم انا مدياكم النهارده كذا اختيار علشان اللي ما عندهاش ما تتلككش وتقول مش عايزه اعمل. ما عنديش يا نونا الحامل اللي هو ده او الصينيه بتاعت القوالب الكب كيك دي، اعمل ايه؟ هنشتري الورق بتاع الكب كيك وبولات عندنا اهي. بصوا بصوا ادي الورق اهو، وحاطينه في بوله عاديه. بسم الله. الطبقات ما مسكتش معانا قوي. بصوا كده طلعت زي ما هي، بس طبقه البسكوت عايزه تزوديها، عايزه تقلليها زي ما انت عايزه. طيب نشوف تاني في الورق اللي هو العادي، وفي بولات عاديه. مش شرط ان احنا يكون عندنا قالب الكب كيك، لو مش موجود مش متوفر يبقى احنا برضو تصرفنا. الست المصريه ما فيش، او اي ست عموما مفيش حاجة بتقف قصادها بالشكل ده كده. أسهل من كده مفيش. هحاول أفك التانيين أو إن احنا نحطهم في التلاجة شوية ونفكهم على آخر الحلقة. بسم الله. نمسك كده دي تمام، اللي هي السيليكون كده نطلع. بصوا بصوا بالشكل ده، ادي طبقتين اللون، ادي البسكوت وادي الطبقه اللي فوق الوش. ونصبح على جنى ونقول لها صباح الفل يا جنى. اهي قولي لها صباح الخير. قولي لي يلا صباح الخير. صباح الهنا عليكي، عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما، اموريني كويسه. انا كويسه طول ما انت كويسه. انا بحبك قوي يا طنط، وانا بموت فيكي. وسلميني على ماما وقولي لها صباح الفل. صباح الخير. صباح الهنا عليكي وعليها يا حبيبتي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا حبيبتي. عاملة ايه؟ الله يخليك. أنا تيتي الزنا. تيتتها، ربنا يبارك لك فيها يا رب وتفرحي بيها. واحنا بنحبك قوي حبيبتي، الله يسعد قلبك يا رب من كل شر، تحرمش والله منك. والله بنحبك جامد كلنا يا حبيبتي، ربنا يخليك ويخليكي يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا ولا منك يا حبيبتي. نهارك زي الفل وصباحك انا وسعاده يا رب، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصي طبعا عشان البتاع لسه ايه سايحه شويه، فانا عماله كل شويه افكها بالمناديل. طيب نفكك كده اهي، بسم الله، بتطلع بكل سهوله معانا، ما فيهاش اي مشكله خالص اهي. قلت لكم لو ما عندناش القوالب اللي هي دي ما فيهاش اي مشكله، نعمل في قوالب الكب كيك العاديه اللي هو الورق. ما عندناش الورق اهو، ما عندناش القالب نفسه اهو، حطينا الورق نفسه جوه بولات عاديه، بولات عاديه خالص من اللي عندنا في المطبخ. اهم حاجه تكون ممسوكه علشان ما تبقاش ان هي تاخد الورقه وتنزل اهي. يبقى احنا كده ادينا اختيارات، لو حتى لو ما عندناش قوالب الكب كيك احنا بنتصرف ازاي اهي. طيب تعالى يا حمدي، تعالوا نطلع فاصل، تكون الخلطة بتاعتنا هديت شوية علشان لما نحطها على البسكوت ما تبوش البسكوت وتبوش الزبدة اللي احنا ماسكين بيها طبقة البسكوت بتاعتنا. ونرجع بعد كده اكون فضيت الحلويات اللي في ايدينا دي، ونرجع نشوف بقى اسئلة حبايبنا بتاعت السوشيال ميديا، ونشوف هنقول لهم ايه، ونشوف هم عايزين مننا ايه النهاردة ونجاوب عليه. كل ده بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنيكم. زي ما انتم شايفين دلوقتي هنا عماله تعمل ايه كده الشوكولاته، عشان احنا في البلاتو هنا درجه الحراره ساقعه فالشوكولاته مسكت، فانا عايزه افككها ومش هحطها في الميكرويف بصراحه علشان ما تسخنش قوي، فانا عايزه افككها واشيل اللي كان في اهو كده. تمام زي الفل، بصوا بقى كده برضو بطريقه سهله وبسيطه جدا في التزيين، ما خدتش وقت. ونروح حاطين بقى كده معاها على الوش شوكولاته مبشوره، عايزه تحطي مكسرات زي ما انت عايزه. الناحيه التانية حطينا كراميل، نحط برده شوكولاته كده بالعكس. التزيين بتاعنا النهارده كله واحد للوصفتين، سهل جدا وبسيط. الخلطه اللي احنا عملناها اللي كانت عباره عن حليب وحطينا لها الجبنه الكريمي وحطينا لها الشوكولاته بالحليب، صباح الفل يا حامد. سبتها تبرد علشان ابدا ان انا اشكل بيها. طيب الشوكولاته هاي احنا كده هنزين بالاوريو بالبسكوت اللي هو بالشوكولاته، حقك عليا معلش. بصوا كده دي شوكولاته سيحناها وسبناها على الرخامه تمسك شويه، ورحت مكحتاها بالسكينه. هبدا ان انا اعمل كده تاني علشان اللي ما خدش باله من اللي قلته، الشوكولاته اللي على الوش اللي انا عاملاها دي لو انا ما عنديش شوكولاته ابشرها اعمل ايه؟ بسيحها على حمام بخار، وبروح ماسكه الرخامه بتاعه المطبخ اغسلها كويس جدا واصبنها وانشفها واسيبها تتهوى علشان تسقع، واروح دلقه عليها الشوكولاته اللي انا دوبتها وبحرف السكينه كده افردها تبقى رقيقه خالص، واسيبها تنشف شويه، وبعد كده بحرف السكينه ابدا المها او ابدا ان انا اكحتها علشان تطلع معايا بالشكل ده. بص كده يا حمدي، دي كده كانت شوكولاته سايحه دوبناها على بخار ميه وفردناها على الرخامه، وبالسكينه بدانا نلمها بالشكل ده علشان لما تمسك معانا، حطيناها شويه في الثلاجه لما تمسك معايا تطلع خشنه بالشكل ده كده. لو انت بتزيني تورتايه عايزه تعمليها رولات وبتتحكمي في السكينه كويس هتعمليها بيها هتطلع معاكي زي الفل. طيب والطبقه اللي عندنا الثانيه بردت اهي، هبدا اصبها على البسكوت واحطها في الثلاجه تمسك براحتها. خلوا بالكم من اللي انا بقوله، في الثلاجه مش في الفريزر. ليه في التلاجة؟ علشان لما تطلع ما تفسحش معانا وتسيل اي حاجة، شيء طبيعي ان هي لما تتحط في الفريزر وتطلع تسيح او تطلع في جو عادي غير التبريد هتبدأ تسيح معانا، فعشان كده بقول في التلاجة عشان تبدأ ان هي تمسك بالطريقة الطبيعية. طيب بسم الله، يبقى ادي كده الصنفين الحلو بتاعنا النهاردة هم هدوس مننا. نعم حاضر،
البوستات بتاعتنا اللي على السوشيال ميديا هنجاوب عليها دلوقتي ونشوف اسئله حضراتكم بتقول ايه. ده البوست الخاص بصفحه القناه البلد يوكل مع الشيف نونه، والبوست اللي هو الخاص بحساب القناه على الانستجرام بي ان سي ايجيبت هينزل لحضراتكم دلوقتي اهو على الشاشه، وهنشوفه دلوقتي بقى. نفتح كده تليفوناتنا ونشوف اسئله حبايبنا بتقول معانا ايه. بس ممكن رغده تقول لي سؤالين كده اهوت وانا بصب الخليط بتاعنا ونصب بالراحه خالص. خايفه ان انت لما تيجي تصبي تطلعي بره او الكلام ده كله، يبقى هنعمل بحاجه بسيطه. هعمل كده كوبايه اهي، نعم تمام. بنصبح على زينب بنقول لها كل سنه وانت طيبه يا زوزو، وعيد ميلاد مامتها كان امبارح اسمها ام عبد الرحمن، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه والعمر كله ليك يا رب. بصوا كده، بسم الله، بصوا كده بالراحه خالص كده، علشان لو صبينا صبنا جامد ممكن البسكوت بتاعنا اللي احنا حاطينه في الطبقه اللي في الارض دي ممكن ان هو يخرم او يفك من بعضه. فبصوا احنا بنصب بالراحه خالص ازاي، ونحط في الثلاجه علشان يمسك براحته. بنصبح على ام ياسين وبنقول لها كل سنه وياسين طيب، كان عيد ميلاده امبارح تم سنه، كل سنه هو طيب وبالف خير. اللي انا بقوله ده كومنتات كانت موجوده على البوست الخاص بصفحه البرنامج، فانا قلت اعيد على حبايبنا كده اللي اعياد ميلادهم على ما نصب الخليط بتاعنا ونبدا نشوف اسئله حضراتكم ايه. واكونت باسم الاميره شوشو سالتنا قبل كده وبعتت لنا برضو في فقره السوشيال ميديا لما كانت متقدم لها عريس، ربنا يفرح البنات كلها يا رب، وكانت بتسالني او يعني بتستشيرني تعمل ايه او تقدم ايه للعريس عشان هم لسه كان اول مره يجوا. وبصراحه جاوبت عليها الحلقه اللي فاتت، لا اللي كان قبلها، وبعتت لنا النهارده وبتقول ان الحمد لله عملت بالنصايح اللي انا قلتها لها، واليوم عدى على خير وان شاء الله باذن الله خطوبتها الاسبوع الجاي. يا حبيبتي الف مليون مبروك، ما تحرمش منك ابدا. اولا هو انت كلك ذوق ان انت سالتي، وانا لما جاوبت وجربتي واللي انا عملته افادك اتصلتي ان انت تشكريني او بعت لنا ان انت تشكريني، دي يعني ذوقك عالي جدا ما تحرمش منك ابدا. وربنا يتم لك على الف خير وتبقي احلى عروسه في الدنيا كلها. كده حطينا الطبقات كمان بتاعتنا تتحط في الثلاجه براحتها خالص، ولما تطلع نبدا ان احنا نشيل الورق من عليها عشان تطلع معانا بالشكل ده. نفتح بقى احنا موبايلنا كده بسم الله ونشوف اسئله حبايبنا عباره عن ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ بسم الله. ادي صفحه البرنامج اللي هي البلد يوكل مع الشيف نونه، ونشوف اسئله بقى حبايبنا ومتابعينا من كل مكان. اولا انا شفت البوست الصبح، ربنا يخليكم ليا على الكلام الجميل الحلو قوي اللي مكتوب، والله العظيم كتير عليا وربنا يديمكم في حياتي يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اول الكومنتات كده معانا غاده عباس بنصبح عليها، صباحك ورد وفل يا غاده. سوسن حسين صبحك الله بانوار النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اقدر طيبه قلبك وبساطتك وحبك لافاده الجميع بكل معلومه لديك. عندي مشكله عندما احشر معجنات بالجبنه بتخرج مع اني اغلقها جيدا، هل يفرق نوع الجبنه؟ اشكرك لنصايحك بارك الله فيكي. اه طبعا بيفرق نوع الجبنه، الجبنه ما يبقاش فيها ميه، يعني ما ينفعش ان انا احشي جبنه كريمي، جبنه كريمي اكيد مجرد ما تخش هتسيح. الجبنه اللي هي سواء الموتزاريلا او الشيدر احنا بنبقى قافلين، بتبقى مبشوره او بتبقى مكعب فبتسيح جوه، على ما بتستوي المعجنات بتسيح، فبتاخد هو وقت تسويه المعجنات علشان تسيح ما تخرجش. طيب ما ينفعش احشي جبنه كريمي، يفضل الحشو الجبنه ماسكه نفسها، يعني الجبنه الاسطنبولي اللي هو القطعه الجبنه الاسطنبولي دي بتبقى حادقه وناشفه شويه، دي بتبقى كويسه قوي. حتى لو حطيت لها مثلا شويه بقدونس او شويه فلفل حامي او بشرت لها جزرايه برده بتبقى ماسكه نفسها. في نفس الوقت حطي حته جبنه صغيره، ممكن ان انت لو هتعمليها المعجنات بتاعت الكوره مثلا بتحطيها في النص وبتفردي عليها، بتعملي عليها طبقه، يعني بتلمي العجينه كده طبقه وبتروحي حاطه عليها طبقه ثانيه، بتبداي ان انت تقفلي علشان تبقي ضامنه ان الجبنه ما تطلعش. ما نحشيش ابدا بجبنه كريمي، نحشي بجبنه اللي هي بتبقى ماسكه نفسها.
احمد عبد التواب بيقول ممكن طريقه الشوكولاته بجوز الهند اللي هي طبعا قال اسمها اللي هي تتباع، عملتها كتير بالحليب المكثف وطعمها ما كانش حلو، اللي هي الباونتي شوكولاته الباونتي، انا هي الاثنين حاضر هعملها لك الاسبوع الجاي عشان نشوفها على الطبيعه ونشوف ايه افضل شوكولاته تقدر ان هي تمسك معانا وتدينا الشكل او تقدر ان هي تديك نفس التطعيمه اللي احنا بنجيبها من بره. حته ان احنا نلم الجوز الهند بالحليب المكثف هقول لك اختيار تاني هيدينا طعم حلو احلى من الجزء من الحليب المكثف كمان. طيب زينب محمد بتقول ماما بتحب حضرتك، عيد ميلادها اللي هي ام عبد الرحمن، كل سنه وانت طيبه. اكونت باسم ربنا يعوض عليا، يا رب يعوض علينا كلنا. كاتبه بحبك جدا وبعدين هطلب منكم تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ثانيا انا مش عاوزه حاجه، عاوزاكي بخير انت وجماهيرك بخير، بحبكم في الله. الله يسعد قلبك يا رب، ما تحرمش منك ومن دعواتك الحلوه. نشوى احمد بتقول بقول وراكي امين وانت مش مخليانا عايزين حاجه، بس من فضلك عايزه بهارات القرص الصفراء ان شاء الله نعملها الاسبوع الجاي، اللي هي المحوجه اللي هي القرصه البورسعيدي، ناس كتير طلبوها مننا والاسبوع الجاي هننزل لك بيها البهارات ونعملها مع بعض ان شاء الله. اكتبي عندك يا رغده كل ده عشان نعمله ان شاء الله الاسبوع الجاي. انا بوته بتقول بصراحه كل حاجتك الجميله وكفايه كلامك وحنيتك اللي بتطلع من بحب لجمهورك بدون اي مقابل، ام مكه ومالك، ربنا يخلي لك مكه ومالك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قمر علاء، اكونت باسم انا قمر علاء، ثواني يا حمدي، بتقول انا بحب حضرتك قوي وبموت في حضرتك وبعشقك وبحب كلامك ولبسك واسلوبك، ربنا يبارك لك يا رب. ماما بتحبك قوي وليا طلب من حضرتك، ممكن تقولي تخزين الباميه ضروري بالله عليكي وعمل طريقه الفراخ المدفونه. تخزين الباميه اسهل منه ما فيش، اقول تخزين الباميه ونختم. وانتظروني على صفحتي بعد الفاصل بعد الحلقه على طول، هنعمل لايف نجاوب على كل الاسئله دي. اوعدكم بعد الحلقه هتلاقوني على صفحتي اللي هي شفنونا عربي وانجليزي، وهفتح صفحه البرنامج واشوف اسئلتكم اللي عليها وصفحه الانستجرام ونجاوب على كل الاسئله بتاعتكم. طيب تخزين الباميه سهل جدا وبسيط، ما بننقعش الباميه في ميه ولا في ليمون ولا الكلام ده كله، لا بنجيب الباميه من عند الخضري، بنبدا ان احنا نغسلها وبنبدا نحطها في فوطه وننشفها، بنبدا نعمحها واروح احطها في مصفى واديها عصره ليمون، العصره الليمون دي وهي في المصفى علشان ما اشيلهاش وهي فيها ليمون ويمزلق لي في الجنب كده، لا انا عايزه ان هو يبقى مغلف لي الباميه نفسها، وابدا ان انا اقلبها في المصفى كده عشان الحبات بتاعه الباميه كلها تتغلف بعصره الليمون، واصفيها خالص عشان ما يبقاش فيها اي ميه، وهي على خضرها زي ما هي كده، ولا بحط في ميه سخنه وارجع اطلع في ميه ساقعه ولا الكلام ده كله. بمسك كيس الثلاجه بحط الباميه وتبقى متفرطه، ما تبقاش عامله زي اللوكه كده او ملمومه او مجموعه، لا تبقى متفرطه، واطلع الهواء واقفل الكيس زي ما عودتكم قبل كده بالورق الفويل والمكوه، وارصه في الثلاجه مبطط زي ما هو كده. اول ما بتطلع بتبدا ان هي 10 دقائق بس كده او 5 دقائق تفك، وابدا ان انا احطها مع البصلايه والثوم وعصره ليمون كمان، وتبدا ان هي تلف معايا وابدا احط لها صلصه الطماطم. الطريقه ديت من غير ما نحط لها في ميه مغليه او الكلام ده كله بتقعد معانا من السنه للسنه، ما بتمزلقش، لونها بيفضل زي ما هي، صحتين وعافيه على قلبك يا رب. طيب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم، اتمنى اكون دايما عند حسن ظنكم. استنوني على الصفحه بتاعتنا شفنونا عربي وانجليزي، هخلص الحلقه ان شاء الله ونطلع عليها لايف نجاوب على كل اسئله حبايبنا اللي احنا ما جاوبناش عليها، واي مقادير كانت مطلوبه ما نزلناهاش الاسبوع الجاي باذن الله هتكون معموله قدام حضراتكم علشان تشوفوها بنفسكم. اسيبكم دايما على خير، بكره الثلاث عندنا بكره ايه يا رغده؟ عندنا ان شاء الله وصفه لاطفالنا، دي معموله لبنتي شخصيا، كانت طالبه خلطبيطه بالصلصه وكانت عايزه تشوفها وهي بتتعمل عشان تشوف الرصه بتاعتها دي اللي هنعملها بكره، فيلم الفار الطباخ اسمها راتاتوي، فهنعملها بكره ان شاء الله، وهنعمل معاها بيتزا الطاسه وهنعمل كريب حادق، هنشوف العجينه بتاعته اللي هو الكريب المحلات بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنشوف هنحشيه ايه. حلقه بكره اوعوا تفوتوها. اسيبكم على خير واشوفكم على خير، بنجدد لقاءنا 10 صباحا، واللي فاتوا حاجه من حلقه النهارده بيقدر يتابعنا 10 بالليل ان شاء الله. اسيبكم على خير واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم.